الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والإيمان والإحسان، وجعلنا من أمة سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد أيها الأحبة في الله، فاليوم 17 من رمضان هو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فما هو يوم الفرقان؟ وأين التقى الجمعان؟ وما هما الجمعان؟ يا سلام. الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين، والفرقان الفرق بين الحق والباطل. والمكان بدر، تبعد عن المدينة كم كيلو؟ 150 كيلو غرب المدينة. هذه القصة وهذا اليوم طبعاً يوم عظيم جداً، من أعظم الأيام التي مرت بالأمة حتى أخذ اسم الفرقان. هل تعلم أن الفرقان اسم القرآن؟ الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وأنزل الفرقان. الفرقان هو القرآن، والفرقان هو الإيمان. من يتق الله يجعل له فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن الفرقان هو الإيمان والحق الذي يتضح به الحق من الباطل. والفرقان زمانا هو يوم بدر، يوم التقى الجمعان. بدر، وما أدراكم ما بدر؟ أي سورة في القرآن تحدثت عن بدر بالتفاصيل؟ سورة الأنفال. الأنفال تحدثت عن بدر، والأنفال التي فيها الأنفال التي غنمها المسلمون في بدر. وبدأت القصة بيوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وحصل الخيار الآخر، أنهم أخرجوه. طبعا هذا الخبر، خبر الهجرة من المدينة وإخراج المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل عليه جبريل. أول ما نزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، جاءه الخبر أنه سيخرج من مكة. قال له الحبر: ورقة بن نوفل وهو يبكي: ليتني فيها جذع، ليتني فيها جذع، يعني يا ليت أكون قوي إذ يخرجك قومك فأمنعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مخرجي قومي؟ أنا الأمين، أنا الرجل الذي تجتمع عندي كل أمانات قريش فيخرجونني؟ قال: ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا قتلوه أو أخرجوه. وأنت لن يقتلوك، لأنهم لن يسلطوا عليك، لكن سيخرجوك. وليتني فيها جذعا قويا، يعني فأمنعك. ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل نزول يا أيها المدثر قم فأنذر، مات ورقة. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: رأيت الحبر وعليه حلل بيضاء وهو في الجنة. فورقة ابن نوفل أول من دخل الجنة من هذه الأمة، ولذلك آمن قبل البعث، آمن في النبوة، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة قبل أن يبعث الرسول. الرسول نبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وبعد 6 أشهر أرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر. أبو بكر الصديق، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب، خديجة بنت قويلد، كل الصحابة الذين جاءوا آمنوا بعد الدعوة يا أيها المدثر. فبدأ بدعوة من حوله. أما ورقة فكان عنده علم من الكتاب، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته رسولا، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن لا يعد هو أول الأمة، إنما أول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وهو من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الأطفال علي، ومن الموالي زيد بن حارثة. هؤلاء السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. يوم الفرقان
هو يوم شهدته الملائكة، وشهده الإنس، وشهده الصالحون من الجن. هو يوم مشهود. هذا اليوم يوم انقسم الناس فيه إلى فريقين، فريق حق يريد الحق، وفريق باطل يريد الباطل. فريق تواضع لله واستسلم لأمر الله واستغاث بالله، وفريق تكبر واستكبر وأعجب بنفسه وقال: لن نرجع حتى نصل مياه بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور. وتعلم العرب أن قريشا لها مكانتها فلا تزال تقدرها. هذا منطق فرعون هذه الأمة أبو جهل. ولما وصلوا بدرا استغاث النبي واستغاث أبو جهل، وكل منهم توجه إلى الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ويرفع يديه حتى يسقط الرداء وهو يستغيث ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وفي نفس الوقت وفي الجهة الأخرى يرفع أبو جهل يديه يدعو الله عز وجل، يستفتح يقول: اللهم عليك، اللهم انصر أحب الفريقين إليك، اللهم عليك بالطاغية منهما. فيدعو على نفسه، فيأتي القرآن: إن تستفتحوا، أنتم يا أبو جهل ومن معك تستفتحوا، هذا الاستفتاح الدعاء، فقد جاءكم الفتح، فتح استجيبت دعوتكم. أحب الفريقين إلى الله سينصره الله. فمن أحب الفريقين؟ فدعوا على أنفسهم واستجاب الله عز وجل لهم واستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان في اليوم 17 منه. ما هي أسباب هذه الغزوة؟ أسباب هذه الغزوة أسباب اقتصادية، أسباب سياسية، أسباب اجتماعية، أسباب دعوية، أسباب أخرى أيضا ممكن نقول أنها أسباب انتقامية. دعونا نجمع الأسباب ثم نتحدث باختصار عن هذه الغزوة العظيمة. ألم يكن للمهاجرين قبل هجرتهم إلى المدينة ديار بمكة؟ بلى. ألم تكن لهم أموال بمكة؟ بلى. ألم يكن لهم أقارب وأهلون أخذوا ديارهم وأموالهم؟ بلى. إذا كنت أنت مثلا في بلد ثم أخرجت من ذلك البلد وتركت دارك وبيتك وأموالك ودكاكينك وكل ما عندك ثم خرجت، فإذا جاءك خبر أن هؤلاء الذين أخذوا دياركم وأخذوا أموالكم لهم بضاعة، وهذه البضاعة يعني شارك فيها الجميع، فمن حقكم أن تأخذوا هذه البضاعة بدل دياركم العقار الموجود عندهم والذي قد استغلوه وسكنوا فيه وأجروه وفعلوا فيه ما فعلوا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك عقيل لآل أبي طالب من دار، يعني باع ديارهم، فالمشركون باعوا ديار المهاجرين وأخذوا أموالهم وجعلوها تجارة. فكان من حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حق المهاجرين أن يتربصوا بأولئك المشركون الظالمون الذين أخذوا أموالهم، فيأخذوا من أموالهم ما يعوض الخسارة التي تركوها في مكة. جاء الخبر عن تجارة قريش وأنها ذاهبة إلى الشام، ومعروف رحلة الشتاء والصيف، هذه الرحلة معروفة عند قريش من قبل، كما قال الله عز وجل، قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. أي ما أرسل الله الطير الأبابيل من البحر الأحمر لتضرب وتقاتل أبرهة ومن معه وتدفعهم عن مكة مع أنهم أهل الكتاب، وتدفعهم عن المشركين الذين أشركوا إلا
ليتألف الله بذلك قلوب قريش فلعلها أن تقبل الدين الذي بعث به محمدًا إليهم، أي جعل الله كل حادثة الفيل تأليفًا لقلوب قريش من أجل إيلاف قريش، أي تأليف قلوبهم، ثم ليتألفهم أيضًا بحادثة أخرى تتجدد كل عام، وهي رحلة الشتاء ورحلة الصيف، سواء كانت إلى اليمن وإلى الشام أو كانت كلاهما إلى الشام، لأن بعض المفسرين قال إن رحلة الشتاء والصيف كانت إلى الشام كلها. فإذا كان الشتاء أخذوا طريق البر ومشوا بعد الجبال، وإذا كان الصيف مشوا بناحية البحر، وقيل كانت جنوباً وشمالاً، إذا كان الشتاء وزمن البرد ذهبوا جنوباً، وإذا كان الصيف وزمن الحر ذهبوا شمالاً، إلى اليمن رحلة وإلى الشام رحلة، وهذا أقرب للصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فذكر الشام وذكر اليمن وذكر الدعاء بالبركة، لأن التجارة من هنا ومن هنا، فبوركت الشام لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبوركت اليمن لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من اليمن يأتي العسل ويأتي الخير أيضا من اليمن، والحبوب ونحو ذلك من الزراعة، ويأتي من الشام الفواكه وغير ذلك. ففي الشام ما لا يزرع في اليمن، وفي اليمن ما لا يزرع في الشام. كانت الرحلة هذه رحلة شامية وفيها تجارة قريش، وكانت من أعظم التجارات، وعلى رأس القافلة أبو سفيان ابن حرب سيد قريش. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعودة العير، قال لأصحابه، يعني ندبهم للخروج للعير وليس للنفير، فخرجوا من أجل هذه البضائع، وفيها 30 راكب، يعني يحرس 30 رجل، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجلا، يعني 314 رجل مقابل 30، هذا لا شيء، كل واحد كم يقابله؟ 10، يعني 10 من الصحابة على واحد، يعني واحد من الصحابة يكفي، يعني 30 من الصحابة من 300 ستكفي بال30، والبقية يسوق العير. كان هذا التخطيط، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم والقافلة تسير، ولكن أبو سفيان كان رجل صاحب حذر وحس أمني، فكان يبعث العيون إلى في طريق القافلة قبل أن يصل، ينظر هل الطريق سالك، هل الطريق آمن أم لا، وكان يتخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث العيون والأخبار، فوصله خبر عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم جهة بدر، لأن بدر مياه وليس في الطريق مياه إلا بدر، فالقافلة التي جاءت من الشام لابد أن تأتي بدر حتى تأخذ من المياه. فبعث أبو سفيان عيراً أو عيناً، العين الذي يترصد الخبر، إلى بدر، هل سيأتيها أحد أو هل جاء أحد أو وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليها أم لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث أيضاً عيناً تأخذ خبر قريش، فوصلت عين الرسول، يعني من يتكلم من يبحث للرسول عن الخبر، وصل إلى بدر قبل أصول من يبحث لأبي سفيان عن الخبر. وصل صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين من الصحابة، فوجد غلامين عند ماء بدر، فأخذاهم وذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. ولكن بعيري الصحابة الذين جاء إلى بدر بركا قرب مياه بدر، وأخذ الرجلين الغلامين، وكل أردف غلام معه على جمله أو على بعيره، وانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو سفيان بنفسه إلى مياه بدر، ووجد الروث، وجد البعر، بعر البعير، عند قريب من مياه بدر. شوف الذكاء، فأخذ البعر يفتته، هذا الشيخ قريش رئيس قريش، أخذ بعر الإبل يفتته، فوجد نواة داخل بعر من بعر الإبل، فأخذ النواة، قال هذه نوى المدينة، هذا النوى
لا يأتي إلا من المدينة، لأن أهل المدينة يعلفون إبلهم وخيلهم بالنواة، ولا أحد يفعل ذلك إلا أهل المدينة. فوجد نواة في بعرة البعير، فرجع وقام بعمليتين ذكيتين خطيرتين سريعتين. العملية الأولى، في رجل اسمه ضمضم الغفاري، هذا الرجل من غفار، وهو رجل ما شاء الله يعني سباق صاحب سرعة. قال: يا ضمضم، لك من المال كذا وكذا، إلحق قريش فقل لهم النفير النفير. هذا القرار الأول. القرار الثاني، توجه غربا نحو البحر، يعني أبعد عن بدر. انطلق ضمضم يجري على قدميه من بدر يجري إلى مكة. شوف سرعة وقوة في نفس الوقت. في نفس الوقت الذي ضمضم منطلق يجري نحو مكة، تنام صفية بنت عبد المنطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والعباس بن عبد المنطلب في مكة بعد، لم يهاجر ولم يعلن إسلامه. فلما نامت وجدت أن حجرا، هذه رؤيا منامية، رأتها صفية رأتها عاتكة بنت عبد المنطلب، ليست صفية، عاتكة بنت عبد المنطلب، رأت أن حجرا سقط على جبل الصفا فتطايرت شظايا الحجارة حتى لم يبق بيت من بيوت قريش إلا دخلت فيه شظية. فنادت أخوها العباس بن عبد المنطلب، قالت: يا عباس، قد رأيت البارحة رؤيا. قال: خيرا، ما رأيت؟ قالت: رأيت أن حجرا سقط على جبل الصفا فتطايرت شظايا فلم يبق بيت في مكة إلا دخلت شظية. قال: اسكتي، لا تخبري أحد، اسكتي. فصفي عاتك أخبرت النساء، النساء أخبروا أزواجهم، وصل الخبر لأبو جهل. فجاء أبو جهل يمشي صباحا، دخل المسجد الحرام وفي أندية قريش. قال: يا معشر قريش، أما سمعتم الخبر؟ لا، ما سمعنا الخبر، ماذا حصل؟ قال: لم يكتفي بنو هاشم أن تكون النبوة في رجالهم حتى أصبحت النبوة في نسائهم، هذه عاتكة أصبحت نبي. ما الخبر؟ يقولون أنها أوحي إليها أو رأت أن حجراً وقع على كذا وحصل. واللات والعزى ومنات الأخرى، هو يقسم بذلك، لئن مضت 3 أيام ولم يحصل حدث في مكة لننشرن في العرب أن أكذب خلق الله بنو هاشم. ضحكوا وصاروا يعدوا الأيام، اليوم الأول، اليوم الثاني، وأراد الله في اليوم الثالث وصل ضمضم جاي يجري. 3 أيام أخذ من بدر جري إلى مكة. لو جريت أنت متى توصل؟ ولك شهر. السكر ما خلى أحد يقدر يجري، والراحة والهدوء، الناس أول ما يعرفون لا سكر ولا شيء، ما شاء الله تبارك الله. انطلق فوصل 3 أيام، صعد على جبل الصفا نفس المكان اللي رأت عاتكة، وفسخ ملابسه كلها، أصبح عريان ما عليه شيء، وأخذ ملابسه في يده. تقدر تسويها قدام الناس؟ وأخذ صارخ: يا قريش، يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد الدار، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد الشمس، ينادي في بطون قريش: أنا النذير العريان. فعلا هو عريان ما عليه شيء، والنذير العريان هذا عند العرب إذا واحد فسخ ملابسه يعني هذا خبر خطير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا النذير العريان، ولكن لابس ملابسه. أما هذا ضمضم النذير العريان فعلا ما عليه شيء، خبر عاش. أنا النذير العريان. اجتمعت قريش، الرجال ما عليه شيء، أكيد الخبر في إن تجمعوا رجالا ونساء كبارا وصغارا، ما الخبر؟ قال: عيركم جاءها محمد، وسيأخذ محمد فيتقوى بها عليكم فيغزوكم في قعر داركم، النفير النفير. فقام أبو جهل، خلاص جدر أبو جهل، يسمونه أبو الحكم وهو بعيد من الحكمة، فقال: النفير النفير، لن يتأخر عنك أحد، يقصد أبو سفيان، ولا عن العير،
وبدأ النفير يأتي لكبار قريش يزورهم في ديارهم أبو جهل واحداً واحداً. في واحد اسمه عتبة بن ربيعة، هذا عتبة بن ربيعة ضخم جداً ما شاء الله عليه من أهل السمنة، ولكنه عاقل من أعقل الناس، ذكي جداً وغني جداً، وأبناؤه طيبون يعني من حيث المسامحة. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في القوم قال: إن كان في القوم خير ففي صاحب الجمل الأورق، اللي هو عتبة. عتبة هذا قال: أما أنا فلن أخرج، لن أخرج لقتال محمد، خلي يأخذ العير، إيش فيه؟ الحمد لله خير واجب. هذا كلامي يعني. قال: ما يهم، يعني لماذا نخرج؟ فأبو جهل خشي أن عتبة هذا يقتدي ببعض الضعاف وبعض الناس فلا يخرجون، فعمل مكيدة خبيثة جدا، ذهب فأخذ مجمرة، تعرف المجمرة؟ ومبخرة، ووضع فيها بخور، وجاء بها يمشي إلى عتبة، قال له: تبخر فإنما أنت امرأة، تبخر وقعد، فإنما أنت امرأة، لأنك لو كنت رجل كان مشيت. فغضب، أخذته العزة، قال: أنا نتبخر لأني امرأة؟ فقام وأخذ أبناءه، وهو أول من بارز يوم بدر وأول من قتل يوم بدر. المهم جهزوا 950 فارس وانطلقوا، وأخذوا معهم القيان يعني المغنين والمنشدين، وأخذوا الخمور بأنواعها، الخمر المعتقة، وأخذوا الإبل للنحر، استاقوا الإبل الجزور، الجزور اللي هي الحيران يعني الحوار ولد الناقة، وكانوا يوميا ينحرون 10 من الإبل. ولما وصل خبرهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الغلامين قال: كم ينحرون في اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الغلامين، طبعا الغلامين كان شباب صحابة اللي أخذوهم، إذا قالوا نحن من النفير ضربوهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا قالوا نحن من العير تركوه، صح أنتم من العير، فإذا قالوا النفير احنا من الجيش ضربوهم كذابين، فإذا قالوا احنا من العير تركوهم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: إن صدقوكما ضربتموهم، وإن كذبوكم تركتموهم، تعالوا. فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كم القوم؟ قالوا: لا ندري، كثير بس ما ندري كم، ما عديناهم، هم صادقين ما عدوهم. طيب قال: كم ينحرون؟ شوف الذكاء والفطنة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كم ينحرون في اليوم؟ قال: 10 من الإبل. قال: القوم ما بين 900 إلى 1000، لأن الناقة أو الجمل عليه 100 رجال يأكلونه بالراحة، 10 من الإبل، القوم ما بين 900 إلى 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم كم معه؟ 314. ليس معهم من الخيل إلا فرسين، فرس عند المقداد ابن عمرو، وفرس آخر عند الزبير بن العوام، وعندهم 70 بعير، وعددهم 314، واعتقبوا في ذلك المسير كل 3 على بعير، كل 3 يركبوا على بعير، والفرس كل شوي فارس على فارس، يعني هذا فارس يركب وهذا ينزل، وهكذا. وليس عندهم من السيوف إلا قليل، ولا من الرماح إلا قليل. والعير مشت، وفي الطريق حصل المؤتمر عند المشركين ومؤتمر عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نبدأ بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل الخبر وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرجلين هذو أن العير راحت وأن النفير مقبل، قام في الصحابة خطيبا قال: أيها الناس أشيروا علي بالرأي. طبعا هو يقصد من؟ الأنصار. فتكلم المقداد رضي الله عنه من المهاجرين قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خضت بنا برك الغماد لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. وإذا بكلام ممتاز، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه
ولكن يعيد مرة ثانية: اشروا علي بالرأي أيها الناس، ويتكلم واحد ثاني مهاجرين وآخر، ثم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم: اشروا علي بالرأي أيها الناس. عندئذ يتكلم سعد بن معاذ سيد الأنصار، فقال: لعلك تعنينا يا رسول الله. احنا ما كنا متكلمين، لكن تكرارك يعني أنك تعنينا. لعلك تعنينا يا رسول الله. قال: نعم. لماذا يعنيهم الرسول؟ هل لأن المهاجرين ما يعرفوا القتال؟ لا يعرفوا القتال. طيب لماذا الأنصار؟ لأن بيعة العقبة التي بايع فيها الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم كان من بنود البيعة أنهم يحفظونه مما يحفظون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم داخل المدينة فقط، أما إذا خرج عن المدينة فليسوا مسؤولين عنه. هذا بند من بنود الاتفاقية في بيعة العقبة التي من أجلها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يجدد العقد والعهد مع هؤلاء. فقال سعد بن أبي وقاص بن معاذ: لعلك تعنينا يا رسول الله. قال: نعم. قال: أما إننا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، أما إننا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خضت بنا عرض هذا البحر، البحر الأحمر، لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد، وإن بالمدينة رجال منا لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. شوف الكلام. فعندئذ تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس أبشروا، فإن الله قد أعطاني إحداهما، إما العير وإما النفير. ولذلك نزل القرآن، نزل القرآن في شأن العير والنفير. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أن تودون أن العير تكون لكم ذات الشوكة الحرب، ما حد يبغاها، وكتب القتال. ونزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعدئذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم على العدوى الدنيا. العدوى هذه جبل من رمال، أنا وقفت عليه بنفسي والحمد لله، والذي نفسي بيده، وأنا أصعد على هذا الجبل أسمع بكاءه كبكاء الطفل. ومعروف هذا الجبل الآن من رمال عند أهل بدر بالحنان، اسألوا أهل بدر، جبل الحنان. هذا رجل أهل بدر تعرفه؟ طيب تعال تعال عشان نكتب شهادتك، تعال وقف هنا. هذا رجل من أهل بدر يحدثنا عن الجبل الذي جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، العدوى الدنيا، ولما فارقها بكى عليه. يحدثنا هذا الرجل الآن عن ذلك الجبل، حدث. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للجبل هذا عبارة عن كثبان رملية، ليس جبل من الصخور، فهو فعلا يعني في أيام يطلع صوت، ومن يطلعه فعلا يعني ينزل الصوت هذا منه، فسبحان الله هذه حكمة، وهو ما يسمى الآن يعني في بدر بدف علي. وشهد شاهد من أهلها ليا بدر ما يسويخ. هذا الجبل أو هذا الكثبان الرمل كما قال هو فعلا عبارة عن كثيب رمل، أنا صعدت عليه لأني كنت أسمع. أنا علمت أن الجذع فعلا حن على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة بكاءه، لكن انتهى حنين دفن. أما هذا الجبل ما زال يحن، كل ما لمسته أرجل شخص تذكر أرجل النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. صعدت عليه والذي نفسي بيده سمعت أذناي هاتان بكاءك بكاء الطفل. فسألتهم قلت ما هذا؟ قالوا هذا نسميه الحنان، لأنه حن على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حل عليه ثم ارتحل عنه. طيب لماذا ارتحل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارتحل عنه من باب الحرب، لأن الحباب بن عمرو
جاءه فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ إذا كان منزل أنزلك الله لا نقول شيء، نسلم، نقول خلاص. أما إذا كان الحرب والمكيدة فلا، ما يصلح هذا للحرب، هذا رمال ما نستطيع نقاتل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هو الحرب والمكيدة. إذن قال: لا يا رسول الله، ننزل تحت عند الآبار ونجعل لنا حوض، وجميع الآبار نجعل نملأ حوضنا ثم نردم تلك الآبار، فيكون عندنا ماء وليس عندهم ماء، فنشرب ويعطشون فيضطروا لمائنا فنقاتلهم عليه. قالوا: هذا هو الحرب، هذه هي الرأي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحن المكان عليه كما حن الجذع الذي كان يخطب عليه عليه. سبحان الله، رجل يحن عليه الرمل، ويحن عليه الشجر، ويحن عليه تحن عليه البقاع والحجر، هذا شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المهم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالآبار أمر فجمعت في ذلك الحوض، وكان في واحد اسمه حارثة، شاب صغير عمره 14 سنة، أرسلته أمه وهو وحيدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدري، قالت له: روح مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفارق محمدا، ما أريدك، ما عنده إلا هو، هذه التربية. قالت له: اذهب معه. ذهب حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت أمه تدري أنه سيلقى حربا. لو كانت تدري أنه سيلقى حربا قال شيء تعطي سيف لولدها. الولد ذهب ليس عنده شيء يركبه ولا شيء يدافع به عن نفسه. وفي فجر الجمعة مثل هذا اليوم 17 رمضان، الولد هذا عطشان والمياه كلها عند الحوض، ويحرس الحوض مجموعة من الصحابة. فهذا الولد في الليل أخذ يمشي نحو الماء ليشرب عطشان، واحد من الحراس صوبه بسهم فقتله، يحسب أنه من المشركين. الصباح انجلى الضوء، إذا به حارثة قتل قبل المعركة. بسم الله، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، حارثة قد مات، صلى الفجر بالناس، وعظهم، صفهم، بيّن لهم مواقع القوم، قال: أيها الناس، والله والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل مقبل غير مدبر فيقتل إلا ودخل الجنة. وأصل العادة عند العرب في الحرب أن أي حرب تبدأ بشيء اسمه المبارزة، يخرج رجل 2-3 من هذا الصف من هذا الجيش ويقول: من يبارز؟ فيخرج له. دائما الجيش الأقوى هو الذي يبدأ المبارزة، فبدأ المشركون المبارزة، خرج 3 من المشركون: عتبة هذا الكبير و2 أولاده، ربيعة بن عتبة، عتبة بن ربيعة وولده، ربيعة وولده الثاني. خرجوا 3، الأب وولديه، قالوا: من يبارز؟ من يبارز؟ يعني يخاطب الصحابة. فخرج لهم 3 من الأنصار، فقال عتبة: من القوم؟ قالوا: من الأنصار. قال: أكفاء، شرفاء، لكن نريد أن يبارزنا من أبناء عمومتنا، ما ودنا نقتلكم، نقتل أبناء عمومتنا، ارجعوا أنتم. فرجع الأنصار وإذا بعتبة: من يبارز؟ من يبارز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا ابن أبي طالب، قم يا حارثة ابن عبد المنطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث، قم يا حارث ابن عبد المنطلب، حمزة ابن عبد المنطلب، علي ابن أبي طالب، 2 عمان النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة والحارث، وواحد ابن عمه علي بن أبي طالب، وهم من أحب الناس إليه في الجيش، هذا اللي يبدأ بالمعركة. كان الحارث بن عبد المنطلب أكبرهم سناً، سن عتبة، عتبة كبير وذا كبير، وكان علي أصغرهم سناً، وكان حمزة وسط. أما حمزة فطير رأس صاحبه مباشرة، وعلي طير رأس صاحبه، وأما الحارث وعتبة فكل منهم جرح الثاني، عتبة ضرب ساق الحارث فكسرها قطعها، فأقبل حمزة وعلي فضرب عتبة فقتله، ثم حمل الحارث وقد قطعت رجله، حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه أو مسح النبي صلى الله عليه وسلم فالتأمت،
وإذا به هذا أول جريح في الإسلام، إلى الآن ما مات أحد من المسلمين غير حارثة. ثم لما قتل الثلاثة من المشركين خلاص حمي الوطيس، هذا يسمى شعلة الحرب. عندها حصل الزحف، زحفت قريش بجنودها 950 فارس، والصحابة واقفين على الأرض راجلين، السهام ما عندهم إلا قليل، السيوف ما عندهم إلا قليل، الخيل ما فيه إلا اثنين، الإبل ما تصلح في الحرب، ما أحد يحاربه على جمل. إذن ماذا فعلوا؟ صفهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الله عليهم النعاس أمنة. نعساني، هل رأيتم من يقاتل وهو نعسان؟ هذا المسلمين يوم بدر، نعاس أمنة، إذ يغشاكم النعاس أمنة منه. فمع ذاك النعاس جاءت جنود الله عز وجل، فنزلت الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم هناك في العريش ومعه أبو بكر وسعد بن معاذ اثنين، وعمر مع المقاتلين تحت. سعد بن معاذ حارس عند باب العريش وهو سيد الأنصار، وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل العريش. ويحصل في العريش كما حصل في الغار. ما الذي حصل في الغار؟ الذي حصل في الغار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئن وأبو بكر خائف. كان أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. في العريش العكس، الرسول خائف وأبو بكر يقول له: لا تخف، لا تحزن. نفس المسألة مقلوبة. النبي يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني. ويرفع يديه ويسقط الرداء، ويعيد أبو بكر الرداء ويقول: يا رسول الله، هون عليك، والله لينصرنك الله. يقسم عليه أبو بكر. سبحان الله، في هذا الموطن كان النبي خائفا وكان أبو بكر مطمئنا، في الغار كان النبي مطمئنا وكان أبو بكر خائفا. لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم يخف النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وقريش عند الباب، وخاف في بدر اللي ممكن يفر على أي مكان؟ الغار ما حد يفر فيه، يمكن يرموهم ويقتلوا داخل الغار، فلم يخف في الغار الضيق وخاف في المكان الواسع. لماذا؟ قالوا: لأن المسألة مسألة أحوال. لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالله وشدة توكله على الله، علم أن الله لن يمكن لعدوه من وليه ولو كان في الغار. ولكن لخوف النبي على أصحابه وشفقته عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خاف ليس على نفسه ولكن على الصحابة العزل اللي ما عندهم سلاح واللي نعسانين، قتلهم سهل. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فاستجاب الله له، ونزلت الملائكة. نزلت الملائكة على ثلاثة أحوال. الفوج الأول: ألف من الملائكة منزلين، وهي التي وردت في سورة الأنفال، ألف من الملائكة قاتل. الفوج الثاني: 3000. الفوج الثالث: 5000. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000. 5000 فوق، 3000 دون ذلك، 1000 في الأرض، 8000 ملك مقاتل. يوحي الله عز وجل إليهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة تعصي أمر الله؟ لا، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ضربوا فوق الأعناق وضربوا كل بنان، لكن لم يضربوا إلا من أذن الله في ضربه، لأن في جماعة حضرت بدر ستكون مؤمنة مجاهدة مقاتلة في سبيل الله، فلم تضرب أعناقهم، ضربت أعناق 70 من المشركين وقتلوا في بدر. وبدأت المعركة صباحا. قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذه المعركة، العاديات الخيل إذا ضبحت
المريات قدحا بأرجلها إذا ضربت على الحجارة أقدحت النار، فالمغيرات صبحا وقت الصبح، فأثرن به نقعا وقت المعركة. الخيل عندما تجول في المعركة يرتفع النقع وهو الغراب الغبار عفوا فيغطي الفارسين فلا يعلم من قتل من، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. سبحان الله، ما أجمل وصف القرآن للمعارك. هذه معركة بدر بدأت، وإذا بالصحابة الكرام يقويهم الله عز وجل فيقبلون كالأسود على هؤلاء المشركين المدججين في السلاح، وتبدأ الهزيمة ويفر المشركون. وإذا بالنداءات، النداءات، أين أبو جهل؟ من ينادي؟ اثنين من الصحابة من الأنصار كل واحد مع السيف، أطفال أبناء بيضاء صغار لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، كل بيده سيف. أين أبو جهل الذي كان يؤذي رسول الله؟ كل يريد أن يقتله. وإذا ببلال يبحث عن من كان يعذبه، أمية بن خلف، يقول أين أمية لا نجوت إن نجا، وابن مسعود يبحث عن أبو جهل، وكل يبحث عن من كان يعذبه في مكة. ويأتي الشابين كأنهما صقران، كأنهما فرسان منقضان على أبي جهل ويضربانه بسيفيهما، فيسقط أبو جهل فيصعد عليه عبد الله بن مسعود، كان يعذبه. ابن مسعود نحيف ضعيف صغير القامة، صعد ذات مرة في المدينة على نخلة فكانت رجلاه مثل رجلي الطير من شدة نحافته، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ابن مسعود هذا صعد على صدر أبو جهل وهو في السكرات، فقال: لقد رقيت مرتقا صعبا يا ابن أم عبد. قال: ذاك الإسلام رقاني على صدرك، الإسلام هو الذي رفعني حتى جلست على صدر سيد قريش فرعون هذه الأمة. انتهت المعركة، وإذا بقريش فرت، وأخذ أسرى منها 70 واحد، وقتل منها 70، والصحابة الكرام عندهم تعامل مع شهداء قد قتلوا، والتعامل مع أيضاً قتلى من المشركين، والتعامل مع أسرى. نبدأ بالقتلى، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقتلى؟ جمعهم في قليب واحد، تعرف القليب الحفرة، جمعهم قال: ارموا هذه الجثث في هذا القليب، فرموا في ذاك القليب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، قال: يا أهل القليب، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فجاء عمر قال: يا رسول الله، أتخاطبهم وقد جيفوا؟ ماتوا، كيف تكلم عنهم وهم أموات؟ هذا عمر. قال: يا عمر، ما أنتم بأسمع منهم، ما أنتم بأسمع منهم. لا إله إلا الله. ثم أمر بهم فأهيل عليهم التراب ودفنوا في ذاك القليب جميعا. أما الشهداء فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم، أمر بدفنهم وصلى عليهم. ثم جاءت قضية الأسرى، جمع الأسرى 70 مكتفين مؤسرين من خيار قريش، وفيهم العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، رقي أو زينب، 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 زوج زينب، لأن زينب هاجرت وهذا زوجها جاء مع المشركين فأسرى. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المستشارين، مستشاريه أبو بكر وعمر. يا أبا بكر، ماذا ترى في الأسرى؟ ماذا نفعل في الأسرى؟ نأخذهم المدينة أو نقصهم هنا؟ ماذا نفعل فيهم؟ قال: يا رسول الله، اقبل منهم الفداء، اللي عنده مال هنا أو عنده شيء يفدي بنفسه فدى نفسه ويمشي يرجع مكة، ومن جاء إلى المدينة وجاءت فدوة له من أهله قبلناه ومشى، فيأتينا مال وإخوة هؤلاء أبناء عمومتنا، فلعل الله أن يهديهم فيدخلوا الإسلام فنتقوى بهم على عدونا. قال له: سمعت رأيك يا أبو بكر. يا عمر،
ماذا ترى في الأسرى؟ قالوا يا رسول الله هذه أول معركة بيننا وبين عدونا، فأرى أن تعطي كل رجل من المهاجرين أقرب رجل له من هؤلاء المشركين يقتل، تعطي لأبو بكر ولده، ولد أبو بكر في الأسرى، وتعطيني هذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أقاربي، وتعطي فلان فلان، وقسمهم عمر توزيع للقتل، كل فلان عند فلان، حتى يعلم الله أننا لا تأخذنا فيه لومة لائم، وحتى نثخن في الأرض فيهابنا الناس ويعلموا أن الإسلام له قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، فطر على اللين، قال بالمؤمن رؤوف الرحيم، لقد جاءكم كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما إلى رأي أبي بكر وقال خلاص نرى أن نقبل منهم الفداء. فنزل جبريل: ما كان للرسول، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وأبو بكر يبكي، وعمر مشى ورجع فوجدهما يبكيان، قال: ما يبكيكما؟ أخبراني، فإما أن أبكي معكما وإما أن أتباكى إذا لم أجد بكاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والذي نفسي بيده، لو نزل عذاب من السماء الساعة ما نجا منه غيرك يا عمر، أنت الوحيد تنجون، ولو كان في أمتي نبي بعدي لكنت أنت يا عمر. المهم خذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى ورجع إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة استقبل أهل المدينة الجيش المظفر، جيش المسلمين، بالترحاب والفرح والسرور، ومن ضمن المستقبلين أم حارثة، المرأة التي ليس عندها إلا هذا الولد الذي قتل في بدر. رجعت، جاءت هذه المرأة واقفة مع الناس، كل يضم زوجها ويضم أخوها، واللي مسكينة أيضا زوجها وأخوها مات، واللي ولدها استشهد. المهم أم حارثة تنتظر هذا، ما الأول الثاني الثالث، حتى دخلوا جميعا، ودخل أيضا على الإبل 70 بعير محطوط عليها الأسرى. فلما دخلوا جميعا ما رأت حارثة، قالت: أين ابني حارثة؟ واحد من الصحابة قال لها: ابنك مات. كيف مات؟ هنيئا له شهادة. قال: ما أظن أنه شهيد، لأنه مات قبل المعركة وقتله رجل مسلم. قالت: دلوني على رسول الله ساعة والدنيا الرسول. قالوا: هو ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوجه إليه، توجهت عنده، جاءت إلى النبي، قالت: يا رسول الله أخبرني عن ولدي حارثة الساعة، أفي الجنة أم في النار؟ الساعة، ما ننتظر شيء ثاني. قال: يا أم حارثة، أجننتي؟ أهبلتي؟ أوجن واحدة بل جنان؟ وإن ولدك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. فقامت تزغرد فرحا أن ولدها أصاب الفردوس الأعلى، والله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وصل الركب، حصل النصر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم على الناس، غنائم بدر، واختلفوا في الأنفال، ونزلت سورة الأنفال كلها في التقسيم، تقسيم الغنائم، وأصبحت الغنائم 5 خمس لله، وأربعة أخماس على المجاهدين، وخمس الله أيضا مفرق ومقسم على أولي القربى واليتامى والمساكين. وانتهت بذلك غزوة بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا
إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا معيونا إلا أذهبت العين عنه، ولا ممسوسا إلا أخرجت المس منه، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ذا حاجة إلا قضيت حاجته. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوات المضطرين، غياث المستغيثين، يا رب السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا من على العرش استوى، يا من على الملك احتوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه وهو علام الغيوب، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من أنت الأول فليس قبلك شيء، يا من أنت الآخر فليس بعدك شيء، يا من أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يا من أنت الباطن فليس دونك شيء، يا عالم الغيب والشهادة، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا قهار، يا عالم الغيب والشهادة، يا خالق يا بارئ يا مصور، يا عزيز يا حكيم، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، يا من تطاع فتشكر ويا من تعصى فتغفر، يا أقرب شهيد، يا أدنى حفيظ، يا من حلت دون النفوس، يا من أخذت بالنواصي، يا من كتبت الآثار، يا من نسخت الآجال، لا من القلوب لك مفضية، يا من القلوب لك مفضية، يا من السر عندك علانية، يا من الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله العلي العظيم، وأنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى أنت ونعم النصير، نعم المولى أنت ونعم النصير، نعم المولى أنت ونعم النصير، نعم القريب ونعم المجيب، نعم الإله ونعم الرب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم برحمتك نستغيث، أصلح لنا الدنيا والدين، اللهم أصلح لنا الدنيا والدين، اللهم أصلح لنا الدنيا والدين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول
عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الجهل بعد العلم، ومن السقم بعد العافية، ومن البلاء بعد العافية. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك والتقرب إليك بما تحب وترضى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا، ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب دينك وحب بلدك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم ضع لنا القبول في الأرض، اللهم ضع لنا القبول في الأرض. اللهم اجمع كلمة أمة محمد على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنهم به ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد وقعت البأساء وقد وقعت الضراء وقد وقعت الزلزلة، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم خفف على أهل البأساء بأساءهم، وعلى أهل الضراء ضراءهم، وعلى أهل الزلزلة ما زلزلوا به. اللهم احفظ عقائدنا حتى نلقاك، وإيماننا حتى نلقاك، وثبتنا على دينك يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا في جنتك يا حي بعد طول العمر في طاعتك. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، وألسنة على ذكرك مستقيمة، وجوارح لطاعتك يا حي يا قيوم عاملة. اللهم ارزقنا العفو والعافية وتمام العافية وكمال العافية في ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام، وأبنائنا وبناتنا وجيراننا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم قد حضر معنا في هذا المسجد رجال هم الآن في قبورهم، اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. أكرم اللهم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم. اللهم من كان منهم معذبا في قبره فارفع اللهم عنه العذاب وأبدله نعيما، فإنك على كل شيء قدير. اللهم وقد شاهدنا على وجه الأرض رجال ونساء، واستمع لنا خلق كثير. اللهم من استمع فاستفاد أو أفاد، اللهم فافتح علينا وعليهم، وارحمنا وارحمهم، وانفع بنا وبهم دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخلص أعمالنا وأقوالنا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لأهل الشام أن تنصرهم، ولأهل مصر أن تحفظهم، ولجميع المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين وقوهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم أغنى أهل الأرض وأقوى أهل الأرض وأرحم أهل الأرض بعضهم ببعض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا قيامها على الوجه الذي يرضيك، فإنك تغفر لمن قامها ما تقدم من ذنبه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.